السلام عليكم متابعي قناة تبريد والكنترول الصناعي، حياكم الله جميعا أينما كنتم وتحياتي لكم. في هذا الفيديو إن شاء الله سأقوم بشرح لكم طريقة تغيير لابيبيت أو هذا الانتريور الذي يوجد في فالف. هذا الكوندنسور عبارة عن الكوندنسور، سأقوم بتغييره رغم وجود الضغط في داخله، يعني سأقوم بتغييره لأنه فيه تفويت. سأقوم بتغييره من خلال هذا الجهاز، إخراج هذا العنصر الداخلي واستبداله بالآخر جديد. من دون تغيير أو ضياع في الفريون. إذن أول شيء يجب إخراج هذا اللاكس وإغلاق هذا الصمام كما ترون هكذا بهذه الطريقة، ثم إدخاله بإحكام. الضغط عندي تقريبا هنا 15 بار، أعيد هكذا أفضل. الآن سأقوم بفتح الصمام، إدخال هذا اللاكس، لاحظوا معي هكذا. الآن سأقوم بإخراج أو فتح ذاك العنصر الداخلي بهذه الطريقة. سأقوم باستعمال اليدين اثنين. إذن قمت بإخراج من داخل هذا، لاحظوا معي الآن هناك ضغط داخلي يصعب التحكم فيه بيد واحدة. إذن قمت الآن بإخراج ذاك العنصر البيبيت من الداخل. الآن سأقوم بفصل هذا الصمام، إغلاقه بهذه الطريقة. بعد ذلك سأقوم بفتح هذا، لاحظوا معي هذا اللاكس خرج عاد إلى الخلف إثر الضغط. لاحظوا معي ها هو هنا يوجد، هنا تم إخراجه. سأعيد لاحظوا معي ها هو، لم نضع أي كمية من الفريون. سأقوم باستبداله. سأقوم بإدخاله أولا ثم إحكام إغلاقه هكذا. بعد إحكام إغلاق هذا أقوم بفتح الصمام. بعد ذلك أقوم بالضغط جيدا، لأن يعني الضغط يعيق عملية إدخاله جيدا حتى اليد واحدة لا يمكن. سأقوم بإدخاله بيدين. الآن تم إدخاله جيدا، لاحظوا معي ها هو. بعد ذلك يمكن إغلاق الصمام هكذا للتأكد فقط، ثم بعد ذلك سأخرج هذا كليا. لاحظوا معي الآن جيد، تم استبداله بنجاح. إذن من دون تغيير، من دون ضياع أي كمية من الفريون، قمنا بتغيير ذاك الصمام الداخلي من خلال هذا الجهاز. تحياتي لكم، ولا تنسوا اشتراك معنا في القناة
والتعليق جزيعا منكم لنا على استمرارية، وشكرا.